بنتواصل مع كل الناس اللي بتتابعنا عبر شاشة الشروق الفضائية، وفي أمسية جميلة مختلفة غنائية من الطرب الأصيل والفن الجميل. وزي ما أنا دايما بتكلم بقول الشباب هم صنع المستقبل، والشباب هم دايما اللي بيتوارثوا في الأجيال، وبتكون مسيرة ممتدة من الكبار إلى أن تكون ما لا نهاية عشان ما تندثر وعشان ما تنتهي. يبقى الأغنية السودانية الشعبية موجود الآن. أنا معي حيكون ضيف الآن عبر الهواء مباشرة، أهلا وسهلا بك. هو أيضا شاب فنان، حيقدم لنا أغنيات جميلة وحنسمع صوته وحنتعرف من خلاله اليوم عبر مشاركتك. عرفني عليك أولا. أحمد عماد الريح اللغب حلبي، من محبي ومريدي أغاني الشعبي. أحمد حلبي يا أخي أنت مشهور يا أخي، إزيك؟ تمام والله الحمد لله. في ناس سمعوا باسم احمد حلبي لكن ما شافوه، الليله الناس اللي ما شافوا احمد حلبي حيشوفوه عبر الشروق ان شاء الله باذن الله تعالى، وتكون اضافه جديده ان شاء الله لاتحاد فن الغناء الشعبي، ان شاء الله نقدم اداء ينال اعجاب الجميع ان شاء الله. احمد، شنو خلاك تنتقل للغناء الشعبي والفنانين الشباب الان كل واحد عنده طريقه مختلفه؟ والله طبعا الحب للاغنيه الشعبيه بالذات من ان احنا صغار يعني، وهو تراث قديم وما بيندثر يعني، طالما انه الشباب ومع الاساتذه الكبار واساتذتنا نقدر انه نحن نقدم اداء بمساعدتهم، ان شاء الله نحن نكون عند حسن ظنهم، ان شاء الله نقدم اداء ينال الاعجاب ان شاء الله. ان شاء الله. احمد، الفرقه الموسيقيه والكورس اللي بيكون خلفك هو دائما بيدعم الفنان الشاب وبيقيف خلفه، شنو من الحاجات اللي انت حابب تطورها في الفرقه او دعمك اليوم؟ والله طبعا هم يعني ما شاء الله شباب كلهم حلوين شديد، وطبعا يعني ناس بهجه ومبتهجه. ايوه يعني، وخلونا انه نحن ذاته نقدم وندي احسن يعني ان شاء الله، لكن طبعا هو طبعا بعد اذن اساتذتنا الكبار يعني التجديد بيجي بعد اذنهم هم يعني ان شاء الله. نعم. فنحاول ان شاء الله احنا نقدم التجديد ده وينال الاعجاب يعني ان شاء الله. ان شاء الله. احمد، قاعد يلاقيك او تواجهك صعوبه في انك تحفظ الاغنيه الشعبيه الحقيبه، تقول كلمات صحيح، بترجع لزول عشان ما يصحح لك؟ ايوه طبعا، احنا مرجعنا الاساتذه الكبار اول حاجه، طبعا يعني لما تنهل منهم مباشره كده بكون في اي صعوبه يعني. صحيح. هم ذاتهم في مجالهم ده بيحاولوا انه يدونا ويطورونا وكذا يعني، احنا شاكرين لهم جزيلا، وما في اي مشكله يعني، بنقدر نكتب بنقدر هنا بتتحفظ ان شاء الله بالطريقه الصحيحه. العدادات يا احمد ما بين الاغنيه الشعبيه وهسه الشباب الشغالين في الساحه، كيف قاعدين تلقوا قبول والناس كلها بتطلبكم ولا عداداتكم اقل؟ والله طبعا هو في قبول طبعا، الايام دي الشعبي ما شاء الله قبول شديد يعني. طيب معناها كويسه الايام دي؟ كويسه شديده الحمد لله. بس ما تكون غاليه؟ لا ما غاليه والله. طبعا احنا بنقيف مع الناس، واي زول لو عنده اي حاجه نحن بنقيف معاه، وغاليه دي شيلها من راسهم كله ان شاء الله. احمد حلبي، خلينا نشوف الليله حتسمعنا شنو ان شاء الله باذن الله. هنسمع شنو؟ ما لي غيرك حياه يا اسمر باذن الله تعالى ان شاء الله. اول اغنيه نبدا بها ان شاء الله. يا سلام. شكرا لك وكل السمر اللي موجودين في سودان الحبيب. الله يديك العافيه وتسلم يا استاذ. ان شاء الله نقدم اداء ينال اعجاب الناس ان شاء الله باذن الله. احنا حنسمع والمشاهد كمان حيسمع وحيمشي معانا عبر المباشر من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بام درمان. جميل الاغنيات واحلى الاوقات ان شاء الله، سهره نتمناها ممتعه. لكن ضيف اخر جديد عبر الهواء مباشره، اهلا وسهلا بك. مساء الخير عليك، خلينا نتعرف عليك. نور عليكم وعلى ناس الشروق وعلى المشاهد وعلى معجبين اتحاد فن الغناء الشعبي. مين معانا؟ مقبل ابراهيم. مقبل، بتكون حريص انك تكون في الاتحاد وتسمع الاغنيات الحقيبه والشعبية؟ اي طبعا، انا من ضمن الاعضاء وكورس في اتحاد فن الغناء الشعبي. كورس؟ ايوه نعم. يا سلام، مهنه الكورس دي سهله ولا صعبه يا احمد؟ والله مهنه صعبه، لكن في زمننا دي بقت مهنه لا مهنه له. لا والله بالعكس، انتوا اصواتكم جميله وانتوا اللي بتحلوا يعني، لولاكم الفنان ده اكيد ما حيكون. ايوه نعم. فيعني المهنة دي والله هي مهنة فنان، انت الكورس اللي ورا الفنان ده فنان يعني، حتى لو الفنان ده حصلت له ظروف تتم الشغل ده. يبقى معناته بعد شوية حتعمل فرقة براك وحتبعد الزوج. ايوه حبة حبة. هسه في فنانين حاليا كانوا كوارث. صحيح. بدوا كوارث وحاليا فنانين لهم وزنهم، حتى في من ضمنهم في فنانين سجلوا من ضمن حلقاتكم دي. صحيح. في الستينات وفي السبعينات كانوا كوارث لما بدوا الغنى. هسه بيجوا رواد فنانين وسجلوا معاكم في الكورس. اساسا بيكون صوته جميل يعني، لازم وبيكون حافظ. صح. ايوه حافظ الغنى ويكون صوتك جميل، حتى لو الفنان ده صوته تعبان انت بتشيله، انت تغطي عليه. ربما انه انت تكون في سفر الفنان ده صوته ينتهي نهايه تقييم الحفله طوال انت. يا سلام. ايوه. ولو في فنان بيكون محافظ احيانا او بتطش منه الكلمات انتوا بتكملوا. ايوه اول مايك بتاعه قفل. حصلت كثير يعني، المايك بعد مرات بيقفل
انت الكورس واحد بيقوم شنو يخش محل الفنان والباقيين يشيلوا لي كورس. الكورس ده لو اتغاطت كده على الفنان وعمل له حركه وبقى ده ممكن ينتهي منه، ممكن هاي ممكن تنوم له الغنى، وممكن لو صوته بسيط اغني له عالي كده تكون حركه يعني، لانه الغنى الشعبي ما محكوم ما زي المزيكا. صحيح. ممكن هي يديك الغنى ده في سلم انت تقوم تعلي في سلم اعلى من السلم اللي اداك له ده. يبقى معناه لازم تكون في حركه موزونه ما بين الفنان وفي تواصل. ايوه يعني الفنان ده قال لك يا جميل يا مدلل تجيب لي كده، لتدافع يا جميل يا مدلل تجيب لي الحته في مكان عالي، ممكن هو له امكانياته دي ما عاليه تحريه. شكرا جزيلا لك يا احمد، كتر خيرك. الله يبارك فيك. نتواصل مع كل الناس اللي بيتابعنا عبر شاشه الشروق الفضائيه ونستكمل حفلنا الغنائي الساهر من داخل اتحاد الغناء الشعبي بام درمان. تابعونا. اغنيات الحقيبه واغنيات الحماس والاغنيه الشعبيه. مجموعه كبيره من الشباب انضموا الى عضويه اتحاد الغناء الشعبي وواصلوا في مسيره الاغنيه الشعبيه امتدادا للاجيال، وهي التواصل. فمنهم ذلك الفنان الرائع المتميز الذي سوف يتغنى لنا اليوم بجميع الاغنيات الشعبيه اغنيات الحقيبه، الفنان الشاب احمد حلبي وفرقته المصاحبه. شكرا. مساء الخير عليكم. والحقيقه احنا سعيدين جدا انه اكون حضور في اتحاد فن الغناء الشعبي في صحبه الاساتذه الكبار، وان شاء الله نقدم اداء ينال اعجاب الجميع ان شاء الله. وما علي غيرك يا اسمر يا السادة. وبيعي خيل ناطر الطول
عينك الأسمر ورد الخدود محمر ولا بودرة ولا أحمر لا بودرة ولا أحمر ألوان محاسنا زي ما هي تحيا والله ما رضينا هلك تأمر الدمع عينيك تغمي كل خصام يفوى فرض شوقا أنين عليك والله ما رضينا هلك تأمر الدمع عينيك تغمي كل خصام يفوى فرض شوقا أنين عليك والله ما رضينا هلك تأمر الدمع عينيك تغمي كل خصام والله مرضينا
الدنيا قاسية هلا لو كيف يصير حبيب قلبي في فؤادي
Yeah.
حبيبي شكرا لكل الحضور اللي كان موجود معنا من داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، وشكرا للسادة المشاهدين اللي تابعونا ورافقونا خلال البث المباشر عبر شاشة الشروق الفضائية. نتمنى انه كانت سهرة ممتعة بالنسبة لكم. شكرا جميلا، شكرا كثيرا كل التيم العامل والفرق الموسيقية. الى ان نلتقيكم ان شاء الله في يوم جديد وأمسية جديدة عبر قناة الشروق الفضائية. دمتم في امان الله وتصبحون على الف خير.